يعتبر حلف شمال الأطلسي تحالفاً سياسياً وعسكرياً هدفه حماية حرية وأمن أعضائه 28 في أوروبا وأمريكا الشمالية. تأسس حلف شمال الأطلسي في واشنطن في أبريل عام 1949، وقد كان دور الحلف في فترة التأسيس صد التهديد السوفيتي وتأكيد مبدأ التضامن المتبادل بين جميع أعضائه. ضم الحلف بادئ الأمر 12 دولة ليتوسع فيما بعد مع انضمام دول أخرى مع مرور السنوات، وقد كان آخر توسع له عام 2017. اتخذ الحلف من بروكسل مقراً رئيسياً له، ومن مدينة مونس مقراً للقيادة العسكرية التي تشرف بدورها على 9 مراكز قيادة من هولندا إلى تركيا مروراً بالولايات المتحدة. ويشارك اليوم حوالي 20,000 عنصر في مهمات لحلف شمال الأطلسي في أقطاب العالم، ويديرون عمليات برية وجوية وبحرية. وتنتشر هذه القوات حالياً في أفغانستان وكوسوفو وفي منطقة المتوسط وعلى طول القرن الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الحلف بمهمات الشرطة الجوية ويعزز نظام الدفاع الجوي في تركيا. إلى ذلك، تعتبر المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي بمثابة العمود الفقري للمنظمة، وهي تنص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء يعتبر اعتداءً على باقي الدول. وقد تم العمل بموجب هذه المادة للمرة الأولى عام 2001 لإظهار دعم الحلفاء للولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر.